مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج روح الشعب. هيكون معانا النهاردة في أول حلقة هو مثل شعبي شهير، والمثل الشعبي معانا النهاردة اللي ما يعرفش ياكل عدس. المثل دايما يقال للأشخاص الذين لا يعرفون حقيقة الأمر ويتحدثون عنه بجهل. وترجع قصة المثل الشعري اللي ما يعرفش ياكل عدس إلى تاجر كان بيبيع في دكانة عدس وكان يثق في زوجته ثقة عمياء، وحين عاد وجد زوجته تخونه مع شاب، ففر هذا الشاب لما رأى زوجها، فلما فر راح وجع شوال عدس في طريقه، فلقى الناس بتقول انت بتجري وراه ليه كده، محموق ليه كده، عشان خاطر وجع شوال عدس، فقال لك اللي ما يعرفش يقول عدس. وده مثلنا النهاردة. والموضوع التاني، أعلنا في حلقتنا الأولى عن مسلسل بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمسلسل بيدور حوالين قصة تاريخية تعود للقرن الرابع هجري الميلادي والحداشر ميلادي، وكان رئيس تلك الجماعة اللي هتدور حوالين المسلسل حسن الصباح. وفكرة المسلسل تقوم عن جماعة يقومون بتجنيد الناس طبعا، والناس دي بيقوموا بتجنيدها ازاي؟ بيقوموا بعتين ناس تتجسس وتتلصص على بيوتهم، ويجي بقى زعيم الجماعة حسن الصباح يقول للناس دي انتوا حصل معاكم 1 2 3، فيكون الجماعة دول بيثقوا فيه، حتى لدرجة انه لو قال لواحد يرمي نفسه من فوق القلعة وجند شخصيات كبيرة، لدرجة انه هو عايز هز عرش وكيان الدولة العباسية. وطبعا حسن الصباح ده كان يمثل خطورة كبيرة على الدولة العباسية، ولكن القلعة بتاعته تسمى قلعة الموت، وتوفي حسن الصباح في قلعته دون تدخل اي شخص في قتله في قلعة الموت. وطبعا قضى على تلك حسن الصباح، اللي قضى عليه طبعا يقال ان اللي قضى عليه الظاهر بيبرس. هنروح بقى لاهم المواضيع. اول موضوع معانا النهارده وهو شجع احتكار التجار للسلع والمواد الغذائيه. وطبعا وزاره التموين الاسبوع اللي فات شددت تشديد قوي جدا، وعملت حملات كبيره على معظم التجار ومعظم المخازن اللي بيخزنوا فيها السلع والبضائع، ولكن بطالب وزارة التموين ان هي تقوم بحملات اخرى، لان الناس بتعاني من ارتفاع الاسعار المغرضة، وان شاء الله نلاقي تحسن اكتر الايام الجاية في انخفاض اسعار السجاير وغيرها من السلع الغذائية. والموضوع مش السجاير بس، الموضوع في سعر طن الحديد في السوق السوداء ب 36,000 جنيه، بينما هو في المصنع اساسه 33,000 جنيه تقريبا، يعني بياخدوا مكسب 3,000 جنيه، ده حرام شرعا. وعشان كده عايزين نعرف هل مكسب التجار ده حلال؟ يعني الدين الاسلامي بيقول كده؟ لا طبعا اكيد. فطبعا هنسيب الحكم لأهل الدين وأهل التخصص. ومعانا فضيلة الشيخ علم العمراني من علماء وزارة الأوقاف، هيجيبنا عن الأسئلة دي. وطبعا أروح لموضوع آخر عشان يكون المكالمة معانا جاهزت. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الحصول على تذاكر لقطارات الوجه البحري والوجه القبلي عن طريق منافذ فوري، وقامت بتحديد 360 ألف نقطة على مستوى الجمهورية. بتقوم طبعا بيروح المواطن لمكنة فوري، بيشوف القطر اللي هو عايزه وبيحجز تذكرته طبعا، والتذكرة بتبقى فيها كل المميزات اللي هو طالبها. وطبعا دي إشادة جميلة جدا من معالي الوزير كامل. وطبعا وجاء ذلك في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارات النقل متمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر مختلف قطاعاتها، وتنفيذا لتوجيهات الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل بالارتقاء بمستوى الخدمة إلى أحدث شيء للجمهور. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني شوف حضرتك، أنت عايز تسافر
على اي قطار بتروح منافس فوري بدل ما تروح المحطه ويحجز لك مثلا واقف ما فيش تذاكر، لا احنا بنستسهل لك الامر وبتروح على اي مكنه فوري وبتحجز تذكرتك، وطبعا بتطلع على القطار بيطلع لك طبعا مكنه فوري بتطلع لك ورقه بتشوف الورقه دي وبيبقى ليك كل المميزات والصلاحيات اللي انت طالبها. والمواضيع التانيه اللي هنتكلم فيها النهارده وهنتكلم عن الحب، وهتتكلم عن الحب ازاي وازاي يبقى عندك صلة او وصل بما تحبه. الناس دلوقتي في مجتمعنا اصبحت عقلياتها واخدين الحب ده بصيغة يعني في منتهى السذاجة. كيف في صيغة بمنتهى السذاجة؟ طبعا اي شاب دلوقتي بيقولك انا بحب وانا عندي 10-14 سنة، ده ما ينفعش خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الحب بالوصل، يعني انك تصل من تحبه روحانيا. ويعني انا بكلمكم عشان تاخدوا المعلومة دي بتيقن، خلي عندك يقين بالله لما تيجي تحب، ولما تيجي تحب يعني تيجي هتتزوج، يعني هيبقى عندك طبعا صلة رحم او زواج بمن تحب، مش تقعد تتكلم يومين وتسيب بعد يومين، طبعا ده حرام شرعا والدين بيحرمه. وموضوعنا الثالث هنتكلم عن السوشيال ميديا واخطائه. طبعا كتير من الناس بتستخدم السوشيال ميديا لاجل مصالح ايجابيه، وكتير من الناس بتستخدم السوشيال ميديا لاجل اغراض ومصالح طبعا ملهاش اي معنى او اي اهداف في الحياه. السوشيال ميديا لازم كلنا نستخدمها بطريقه منطقيه وايجابيه وتصلح للمجتمع وما تضرش المجتمع. وبالناشد الشباب اللي هي ما تقعدش على الفيسبوك، مش على الفيسبوك او على الانستجرام او على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، مش تنزل اللي تعب ينزل لي انا تعبت واللي عيان ينزل لي عيان، لا طبعا احنا بنستخدم السوشيال ميديا دي لاغراضنا الشخصيه او مصالحنا الايجابيه بالمعنى الصحيح. يا وطبعا هنعود للمداخله مع فضيلة الشيخ علم العمراني. أهلا وسهلا بك يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. حضرتك هنسألك كام سؤال يا فضيلة الشيخ عن ارتفاع أسعار الحديد والمكسب الكبير اللي بياخده التجار وشجع التجار في هذا الغلاء، فهل الدين بيحلل ذلك؟ طبعا أكيد لا، فعايزين طبعا أهل العلم هم أوضح بذلك. تمام إن شاء الله. السؤال يا الأول يا فضيلة الشيخ، ما موقف الإسلام من احتكار السلع يا مولانا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. من هنا الأصل لا بد وأن نعلم أن الأصل في البيع حله وإباحته، وذلك لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إلا ما نهى الشرع عنه من بعض الممارسات التي قد تحدث من التجار والتي قد تضر بمصالح الناس، ومن تلك الممارسات الاحتكار، والذي هو حبس كل ما يضر العامة حبسه، وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها أي تخزينها فتقل بين الناس، ثم بعد ذلك يرفع البائع من سعرها استغلالا لنظرتها، ثم بعد ذلك يسبب للناس الضرر، وهو ما نهى عنه الشرع وحرمه. فمن هنا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة
يريد أن يعلي بها على المسلمين فهو خاطئ. يعني كده يا مولانا ان اكتساب المال من الاحتكار حرام شرعا؟ حرام شرعا، حرام شرعا. طب بعيدا عن احتكار السلع، هنتكلم عن شجع التجار، التاجر اللي بيكسب اضعاف مضاعفة من الارباح في السوق، في السوق السوداء، وده كله بيعود على كاهل المواطن، ده برضو عايزين نعرف موقف الدين منه يا مولانا. لابد وان يعلم كل تاجر أن حتى وإن كان صدق التاجر في المعاملة، فإنه ما يفعله ذلك التاجر إلا من باب الترغيب في الشراء واستغلال حاجة الناس إلى هذه السلع، فهو نوع من أنواع الكذب، والكذب هو سبب في محق البركة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. ويعد هذا من أكل أموال الناس بالباطل، الناس اللي بتجيب وبتخزن ومفكرة أنه هي نفسها يعني التجارة شطارة بمعنى أصح. لا يا عم الشيخ، الموضوع ده لابد وأن يعلم كل تاجر أنه ده من باب أكل أموال الناس بالباطل، الذي قال فيه الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا يدل على اشتراط التراضي بين البائع والمشتري. الموضوع ده ليه نقطة فيه يا فضيلة الشيخ. اتفضل. التاجر دلوقتي بيقول لك أنا بشتري من الدولة وبخزن وببيع طبعا لأيا كان المواطن أو أيا كان المحلات التجارية بالتراضي، برضو بيقول لك إن هم بيكونوا راضيين وهم بيشتروا ده، فهو في الحالتين هو السبب بيعود بالضر على المواطن برضه، فانت تنصح المواطن بايه؟ العلة فضيلتك هنا انه التاجر مفكر انه الموضوع بالخطأ، العلة في الاحتكار يا جماعة، ما هو بالفعل بيشتري من الدولة، ولكن الدولة ما بتديش بالاسعار المبالغ فيها حضرتك، والا الدولة ما بتعمل يعني اللي شغاله في الموضوع انه هي مش عارفه تمسك التاجر من اي اتجاه. تمام، واخد البال حضرتك؟ احنا لازم نوضح كل التفاصيل، اصل التاجر بيقول كده ان انا بشتري من الدوله، فاحنا لازم نوضح كل التفاصيل يا مولانا علشان نعرف حكم الدين صح. وانا بقول لحضرتك انه الدوله ما بتديش بالاسعار المبالغ فيها حضرتك. تمام. ما بتديش بالاسعار اللي هي، هو هنا حضرتك في جشع من التجار، ما فيش مشتري دلوقتي بيروح بيشتري سلعه حضرتك الا وتلاقي بمجرد ما بيدير وشه للتاجر بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. يا فضيله الشيخ، تنصح ايه؟ تنصح بايه لكل اللي بيعمل كده مثلا وبيخزن من تجار، تنصحه بايه يعني بمثابه حكم الدين او من القران او استدلال من من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس يكون حديث قطعي. حضرتك البيع والكسب الحلال اصله مشروع وعليه، فالمكسب المقبول هو الذي اصله مشروع ولا غش فيه. المصيبه حضرتك ان احنا عايشين في حاله غش وفي حاله خيانه للتجاره نفسها، ومما لا شك فيه أن المكسب المبني على الغش والكتمان واستخدام الحيل المنهي عنها، التاجر دلوقتي حضرتك بيديلك ولكن هو عارف نفسه مخزن البضاعة دي من إمتى ومحتكرها من إمتى، ولكن هو بيجيب حيل وعمال بيدي حيل وبيدي، وفي خيانة وفي كتمان وفي حيل منهي عنها الذي يستغل بها احتياجات الناس للسلع، فهو أمر محظور شرعا لما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم.
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. شكرا 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 ليك فضيلة الشيخ عالم العمراني، وتكون بكده مكالمتنا انتهت مع فضيلة الشيخ عالم العمراني. واحنا بننصح المواطن نفسه انه لو لقى الاسعار بتغلى في اي محل تجاري يروح يبلغ التومين او الادارة العامة الادارة العامة القائمة على ذلك. ما احنا برضو الدولة بتكثف كل جهودها، ولكن عايزين دعم من المواطن. ما هي الدولة مش هتعمل كل حاجة لوحدها، ما لازم يبقى فيه دعم من المواطن ان هو يساعد الدولة. ما انت لو رحت المحل واعطاك بسعر غالي وتشكي وكذا واحد زيك يشكي، يروحوا قايمين للمحل ده وطبعا يقوموا بتشميع او يعملوا بالاجراءات اللازمة. وطبعا احنا بنسعى والدولة بتسعى وكل الاعلام المصري بيسعى في حل ذلك الموضوع الذي يؤثر سلبيا على عامة الشعب المصري. ونطلع فاصل اعلاني ونرجع ليكم تاني، ما تروحوش لاي مكان. ورجعنا لكم من تاني بعد الفاصل، وزي ما قال لنا فضيلة الشيخ عالم العمراني ان شجع التجار حرام او غلو الاسعار حرام، والمفروض ما نساعدش التجار على كده، وان المفروض المواطن يقف وقفة طبعا كله يتجمع، وان اللي يبيع بسعر غالي يقدم مذكرة للجنة التموين عنده في اي قرية او اي مكان. وطبعا هنتكلم في موضوع النهاردة وهي الحكمة. الحكمة في ان تدير مجريات حياتك وعدم التسرع او التهور في اتخاذ القرارات. احنا المفروض قبل اتخاذ اي قرار لازم نفكر فيه، لازم نتأنى فيه، لازم ناخد فيه السلامة. يعني ما ناخدش قرار خاطئ بالمعنى الصحيح. وطبعا في ناس كتير بتاخد قرارات خاطئة وقرارات مسيرية قد تغير حياتها. يعني مثلا في انه مثلا يروح يتقدم لشخصية ما او الزواج، ده ممكن الرجل ياخد فيه قرار خاطئ. لكن احنا طبعا في الحلقة اللي فاتت نشدنا ان الرجل ما ياخدش هذا القرار غير لما يعدي سن ال 24 سنة، وان الفتاة ما تعديش غير سن ال 24 سنة عشان تكون مدركة وتكون عندها حرية استقلالية اكثر واكثر، وتكون شاملة او مدركة بمجريات بيتها وتعرف تدير مجريات تلك المنزل. وطبعا النهاردة بقى هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهنتحدث بقى عن موضوع العلم، وان الوعي هو اعلى درجات السلام. لازم نثقف اولادنا من الصغر. يعني ابنك وهو عنده 7 سنين لازم تعلمه، لازم تثقفه، لازم تخليه يمسك الورقة والقلم ويتعلم الجراية والكتابة ويتعلم يكتب، وعشان يبقى عنده علم كفاية بانه يواجه فيه صعوبات المجتمع. والنهاردة بقى هنتكلم عن مشاكل بتعاني بها قرية أبو جرج مركز بني مزار محافظة المنيا، والقرية دي هي اللي أنشأتني بمعنى الصحيح. أول مشكلة بتعاني بها تلك القرية وهو مشكلة الصرف الصحي. الصرف الصحي بتلك القرية من 2008 حتى 2024 لسه مخلص من القرية ولم يتم الانتهاء منه، ولكن بعد شكاوى المواطنين الحمد لله تمت الاستجابة من قبل رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم الحل. وطبعا جت شركة ومسكت المشروع، وطبعا بتقول ان هي بعد 40 يوم هيتم الانتهاء من الخط، وهيرجعوا يتموا رصف الطرق، والغاز الطبيعي هيدخل القرية. والموضوع اللي معانا النهاردة التاني طبعا، وان طبعا بعد مطالب جماهيري من الاهالي تم العمل على هدم مسجد آل عبد الرازق بقرية ابو جرج طبعا من قبل الهيئة العامة لشركة صقر للصناعات طبعا، والشركة خدت الجامع طبعا وهدته. وطبعا في خلال 48 ساعة تم هدم المسجد بالكامل. طبعا احنا بنعرض لكم الصور امامكم. طبعا المسجد بصراحة يعني انجاز تاريخي،
يعني يشكر عليه المهندسين والقائمين على ذلك المشروع. فخلال 48 ساعة تم الانتهاء. وطبعا صورة المدنة، طبعا انا ما صورتش المأذنة دي وهي بتتهدم، لان كان في شباب طالعين فوق وبيضحوا بحياتهم من اجل ان طبعا يساعدوا بلدهم. وطبعا الشركة طبعا بتجيب طبعا الناس اللي هدت من البلد، طبعا بتساعد طبعا المواطنين في انهم ييسروا حياتهم الاجتماعية. وطبعا ده انجاز تاريخي من مصنع صقر في بناء المساجد. وطبعا هنكلمكم بقى عن المسجد ده هيتبنى ازاي. المسجد ده هيتبنى دور اول علوي ودور تاني مصلية، وهيتعمل له مأذنتين. وطبعا نشكر فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذلك المجهود التاريخي اللي حصل. واخر موضوع النهاردة واللي هنختم بيه حلقتنا، وهو موضوع رائج ومتداول بين شباب وفتيات المجتمع المصري في سن ال 14 الى سن ال 18 سنه. في سن ال 14 وال 18 سنه بننصح الفتاه ان هي، او بننصح ام الفتاه ان هي ما تخليش بنتها تمسك تليفون، لان بصراحه احنا بنشوف مناظر غريبه. طبعا معظم مراكز او معظم مدن المحافظات او معظم محافظات مصر بنلاقي الكافيهات طبعا منتشر فيها عدد من الشباب والفتيات في سن ال 14 سنه بطريقه يعني عقلك ما يتخيلهاش. وبنات طبعا بتقعد وبطريقه يعني فظيعه مع شاب ما تعرفوش او لا يصلها من درجه القرابه، وبتقول ان هي علاقه حب. حب يعني الحب ده انتم فاهمينه غلط طبعا. وطبعا بننصح اي اب ان بنته ما تمسكش تليفون غير لما تخلص تعليمها الجامعي، او مش غير لما تخلص تعليمها الجامعي، غير لما ترتبط او تتزوج شريك حياتها، هو بقى اللي يجيب لها التليفون، لانه هو طبعا خلاص هيبقى ولي امرها، لانك انت دلوقتي ولي امرها ولازم تكون متحكم في كل خطواتها. بنتك دي يعني العقل والشيطان ممكن يتلاعب بيها في اي وقت من الاوقات، وممكن طبعا يصيبها الفضول ان هي تدخل في علاقة حب، وممكن بنتك حالتها النفسية تتدمر. فانا انصح كل ابهات مصر في جموع محافظات مصر وكل امهات مصر، لان الام بتبقى قلبها حنين على البنت اكتر من الاب، انها تدوس على بنتها شوية، لان المناظر اللي بنشوفها دي مناظر غريبة جدا لا يعقلها العقل البشري. وطبعا أعزائي المشاهدين بكده نكون ختمنا حلقتنا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى مع الإعلامي خالد الزيني.